السلام عليكم. بخيرين صحه لاباس كي دايرين؟ حنا جينا استجابه لدعوه السيد قاضي التحقيق، استمعنينا استمعنا له، الامور كلها بخير وعلى خير. هذا الشيء اللي كاين، ربما تحدد شي جلسه في الشهر المقبل ان شاء الله. منتظرنا ان المعنويات ديالك مرتفعه سي حميد. وعلاش ما تكونش المعنويات ديالي مرتفعه؟ اش واقع في ملك الله؟ ياك عيط لنا السيد القاضي جينا عنده.